قلتي لي عطا هون وينه؟ عطا راح وانا كذبت عليك. لك يا بنت الناس فهميها بقى، ما بيجوز فوت على بيتك قلق كبير على صحة أيمن زيدان ظهر بشكل صادم ومخيف بسبب خسارته الكبيرة للوزن وملامح الحزن. نشر الممثل السوري أيمن زيدان على حسابه عبر فيسبوك صورة جديدة له أرفقها بالتعليق التالي: أصدقائي، أنا لا أكتب كي أثير الحزن واليأس، بل كل ما أصبو إليه أن نعمل معا من أجل أن نهزم ارتدادات الحرب كل في فضائه، مضيفا: وحين أصور قسوة التفاصيل التي نعيشها فإن كل ما أحلم به أن نتمسك بدروع منظومتنا الأخلاقية وأن لا نغوص في المستنقع الذي يحاصرنا. إلا أن ما لفت انتباه المتابعين هو شكل أيمن زيدان، حيث أشار البعض إلى تغير ملامحه بشكل كبير، خصوصا أنه خسر الكثير من الوزن، الأمر الذي أقلق محبيه وجعلهم يتساءلون عن السبب خلف ذلك، ما إذا كان يعود لأسباب صحية. فايزي، شايفتيني رايق؟ لا تنزعي لي مسائي. هلأ أنت رايق؟ ومن ناحية أخرى، كان وجه الممثل السوري أيمن زيدان مؤخراً رسالة مؤثرة لابنه الراحل نوار، معبراً عن اشتياقه الشديد له، وكتب زيدان على صفحته الخاصة عبر فيسبوك: يا ولدي، لا يمكن أن تدرك حجم اشتياقي لك، أحس بالوحشة والغربة بعد رحيلك، حين سافرت أدركت أن الوطن ليس أرضاً فقط، بل هو الأرض والأحبة، غرفتك سكنها الصقيع، أشياؤك كما هي، أوراقك وبقايا سجائرك، وبيجامتك الملونة، وصور مغنيك المفضل، وبقايا زجاجة عطرك التي استنشقها كل صباح. ابنة خالك فقدت الأمل من انتظارك، ويوم زواجها القصري همست لي: لن يعود يا عمتي. عتبت عليها وقلت لها: كان عليك أن تنتظري، فأنا أعرف من ربيت، هو لا يستطيع أن يعيش دون هواء دمشق. كان يكرر على مسامعي: أنا أعشق هذه الأرض، ولا أستطيع أن أتخيل الحياة دون أن يشرق صباح وجهك كل يوم. الآن أشعر بالحرج، فقد طال سفرك، وأخشى أن يكون حدس ابنة خالك صحيحا. لم يمضي وقت طويل حتى أدركت الأم أن ابنة أخيها كانت على حق. هلا ذبيحة ولا خروف مشكلة، تكرم عينك أنت وهالشيء. أنا ما خطر لي إنك.